فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مكملين حتى للخمسة متاع العشية. نحكي واصلوا استقبال ضيوفنا بعد السعودية وتونس، وحاليا نمشي ونعمل تنجيزة مش بعيد برشا في مصر في القاهرة، وين موجود معنا الإعلامي الكبير مقدم برامج في قناة نيل سبور طارق رضوان. أستاذ طارق أهلا بك. اهلا بحضرتك واهلا بكل مستمعينك الكرام في تونس. اهلا وسهلا. دونك كما كنا نحكيو في الاوف، هل تفهم تونسي بالباهي وما شاء الله؟ اكيد طبعا بالكدا بالكدا. 23 مره في تونس، رحت تونس العاصمه، رحت الحمامات، نابل، رحت سيدي بوسعيد، القيروان، سوسه، صفاقس، بنزرت كل المدن التونسية، باجة كل المدن تقريبا يعني ما عدا مدن الجنوب. يعني اتمنى ان شاء الله يبقى في فرصة نزور توزر وتطاوين، يمكن دول وقفصة، دي المدن الثلاثة اللي انا مرحتهاش. رقم قياسي ذا اللي اكثر اجنبي وزار تونس. بقى ما عادش نقول لك اجنبي، ولد بلاد وليد. لا هو فكرة اجنبي دي صعبة، عشان أنا اول بلد رحتها في حياتي كانت تونس، وده كان في كاس الامم 94، كنت لسه بادئ مشوار يعني مع الاعلام يعني. وبعد كده بقى طبعا جات الفرصه ان انا كنت رئيس لجنه الاعلام لنادي الزمالك، يعني توليت وانا يعني في سن صغير، وكان فتره بقى مقابلات ومواجهات الزمالك مع الترجي او الترجي ومع الصفاقسي ومع الافريقي ومع النجم الساحلي، فكل المقابلات دي انا حضرتها، وبالإضافة بقى لدعاوي كثيرة يعني جات، وأنا ما بتأخرش ما يكون في دعوة من تونس بالذات يعني. بالإضافة أن أنا كمان اشتغلت في بعض وسائل الإعلام التونسية، ولكن كمدير مكتبة في القاهرة، زي صحيفة الإعلان، زي صحيفة أخبار الجمهورية، زي مجلة الأحد الرياضي اللي كانت بتصدر طبعا في نهاية التسعينات وأول الألفية الجديدة، وكانت متخصصة في الرياضة، زي ستار ماجازين، يعني العديد من الصحف. ما شاء الله ما شاء الله. باهي كابتن، ندخل الموضوع نتاعنا اكيد اليوم استفقنا الناس الكل على خبر بوم، مش في مصر فقط حتى في تونس، ظهر اللي عمل ضجه هو سرقه كاس افريقيا. يعني نعرف رمزيه الكاس هذه، تاريخيه الكاس هذه، حبينا ناخذوك انت تعطينا شنو الكواليس، شنو التفاصيل نتاع شنو الصحيح من الغلط حول الخبر هذا. هو للاسف الخبر صحيح، بس هو لم يحدث امس او امس الاول او هذا الاسبوع، هو تم اكتشافه لانه الاتحاد الحالي او اللجنه الخماسيه بتجهز لاحتفاليه كبرى عشان مرور 100 سنه على انشاء الاتحاد المصري وتاسيسه. الاتحاد المصري لكره القدم تاسس سنه 1921، فابتدوا ان هم يفكروا انه يعملوا متحف كبير ويعملوا احتفاليات كبيره، فابتدوا يبحثوا عن الكؤوس والدروع البطولات، فاكتشفوا ضياع كاس الامم الافريقيه، والاتحاد الحالي اصدر بيان قال لا ده مش يعني لم يسرق هذا الاسبوع، لا ده فقد وربما من قبل احنا ما نيجي، وما بقالهم دلوقتي سنه، لانه طبعا الاتحاد المصري اللي فات كان استقال اللي هو كان برئاسه المهندس هاني بريده في اعقاب فشل الفريق المصري في الفوز بكاس الامم او لما خرج اتغلب من جنوب افريقيا. فبالتالي المسؤوليه برضو مشتركه، فقال انه هيفتح تحقيق. وموضوع سرقة الكؤوس ده حصل زمان جدا، وكان في سنة 70 في البرازيل لما فازت بكأس العالم وتم سرقة الكأس، وكانت مشكلة كبيرة جدا كأس جور مي، ويعني بيحدث في بعض الحتت وفي بعض الأماكن، وممكن بيعملوا بقى كأس شبيهة، ممكن يحتفظوا بحاجة يعني، أو يجيبوا حد متخصص ويقولوا له عايزين نعمل نسخة من هذا الكأس. بس ده شيء بصراحة يحزن يعني ويزعل، لما يكون أنت عندك تذكار من بطولة، ومصر طبعا خصوصا الرمزية، رمزية الكأس هذه كتير، 57 و59 و86 98 و2006 و2008 و2010. فانت لما تضيع كأس احتفظت بيها ده شيء يعني يحزن بصراحة. باش تحل تحقيق في الموضوع ولا شنو بيصير بالضبط استاذ طارق؟ والله انا شخصيا طبعا مهتم بالتحقيق، وانا شخصيا في حصه الكره الافريقيه اللي انا بتشرف بتقديمها كل يوم ثلاثاء لازم هتكلم عن الموضوع ده، ويعني ما ينفعش ان الحاجات دي تمر مرور الكرام. احنا عندنا بعض الامور كده في عالمنا العربي ساعات يقول لك بقى خلاص بقى ما هنعمل ايه لا ده لازم يتم تحقيق على اعلى مستوى، ولازم الموظفين اللي جوه طبعا يسالوا في هذا الامر،
وكل الناس المسؤولين عن حراسة المبنى، عن التواجد، عن، لكن أنا بقول لك إنه الموضوع ده لم يكتشف إلا في الساعات الأخيرة ديت، لكن هو عنده فترة يعني للأسف الشديد. كان يعني فما كان فما تعتيم على الموضوع هذا لو لكشفه البارح من قبل ظهلي أحمد شوبير كان مش غلط هكا. أحمد شوبير، كابتن أحمد شوبير كان نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان رئيس الاتحاد المهندس هاني بوريف. كان فما تعتيم معنا على الموضوع. يعني بالتالي فبالتالي هو عنده خلفية كبيرة في هذا الموضوع، لكن أنا بقول لك والاتحاد طلع بيان من لحظات الاتحاد الحالي قال إن ده سرق في عهد الاتحاد السابق أثناء نقل المقر، ولما بيجيبوا الجوائز وبيجيبوا الكؤوس لم يجدوا الكأس أفريقيا. بس عايز أقول لك على حاجة في واقع أنا افتكرتها دلوقتي ويمكن تذكرتها الآن. في عام 2013 تقريبا حصل اقتحام لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم وسرقت بعض الأشياء، وقد يجوز وقد يكون من بينها الكأس. يعني حصل اقتحام أيام موضوع بعد موضوع الثورة بتاعت 2011، تعرف كان في خلل أمني في حتت كثيرة جدا، كان في اقتحامات لحاجات كثيرة سواء في مصر أو في تونس، فمن ضمن الحاجات اللي تم اقتحامها اتحاد كرة القدم. أنا تذكرت هذا الأمر. لكن السؤال على السكوت، علاش ما خرجش الإعلام الخبر معناه؟ لا هو ساعتها الخبر خرج انه في حاجات تم، بس ما حدش قال انه كأس الامم تم سرقته، لكن قالوا ان في بعض الحاجات سرقت وانه في بعض المتعلقات والميداليات تم سرقتها. ده كان في 2013 على حسب مذكر، وكان امر مؤسف طبعا، يعني شيء مؤسف وشيء يحزن، لان انت النهاردة اي بطل رياضي واي اتحاد اللي بيهمه في الامر ايه؟ الميداليات والكؤوس بتاعته. يعني انت ما تيجي مثلا عندك البطل العظيم محمد الجمودي مثلا، هو بطل العاب قوة عظيم وفاز بميداليات في دورة الالعاب الاولمبية في 68 وغيرها، اقصى او اهم حاجة بيملكها ايه؟ الميداليات بتاعته، ميداليات. فتصور انت لو الميداليات اللي عنده دي سرقت، يعني مشكلة كبيرة جدا، وأمر برضو يعني ما يمرش مرور الكرام، ولابد من عمل تحقيق فيه. بس أنا أتخيل أنه وقتها تم سرقة أو من ضمن الحاجات اللي سرقت ولم يستطيع اتحاد الكرة، أعتقد كان كأس أفريقيا. أنا تابعت شوية ما قيل على السوشيال ميديا كابتن طارق رضوان، وقيل حتى في بعض المواقع وانت هنا بتبيع معايا بالصحيح لي صحيح وقال غلط، يقال انه احمد حسن عنده علاقة بالموضوع، قيل انه الكأس عند احمد حسن ولا حاجة من نوع هذا. فعلا كتب ده على احد المواقع، لكن احمد حسن طلع ونفى هذا الامر. هو بعض اللاعبين يعني كان ساعتها في البرامج، هو كان كابتن الفريق المصري، فممكن بعض اللاعبين يخرجوا مثلا او يطلبوا ان هم ياخدوا الكاس. يعني يجي مثلا يستأذن من رئيس الاتحاد، كان الكابتن سمير زاهر رحمه الله وقتها هو كان رئيس الاتحاد، ويقول والله انا هطلع في برنامج مثلا مع طارق رضوان او هطلع برنامج في اكسبريس مثلا وهستأذنك ان انا اخد الكاس واعيده في المساء او في اليوم التالي. وده بيحصل في بعض البرامج، يعني حتى تلاقي في تونس يعني صحيح. في برامج عديدة ممكن تلاقي مثلا المنتخب التونسي، الترجي، النجم الساحلي الافريقي، صفاقس، ممكن جدا يروحوا البرنامج ويكون معاهم الكأس، يعني كنوع من التقدير والاعتزاز، لكن بيتم اعادته بعديها. فلا طبعا ده كان حاجة وقتية بس تم اعادته يعني. واضح، تك صحة، شكرا لك أستاذ طارق. نحب نأخذ شوية بك على الموضوع لو كان تسمح. ما قيل أيضا اليوم موضوع عفاء جدل في مصر حول بطولة إفريقيا بين الأندية، أكيد دور نصف نهائي، إمكانية لتأجيل المقابلات. والله أمر مؤسف جدا يعني، وتخبط واضح في قرارات الكاف، يعني كل شوية تأجيل. والمبارح او مساء انا شفت على المواقع المغربية خبر بيقول انه مباراة الوداد والرجاء تم تحديدها 24 سبتمبر، فاستغربت جدا من الخبر ده. خبر نزل على موقع البطولة والمواقع الشهيرة بالمناسبة في المغرب، كان الساعة 11 مساء، وانه الجماعة المغربية اقرت ان يوم 24 المباراة. قلت الله، ده الكاف محدد يوم 25 موعد للقاء الرجاء والزمالك في المغرب في مركب محمد الخامس، يوم 26 الوداد والأهلي،
وبعديها بست ايام الزمالك يقابل الرجاء في القاهره والوداد يقابل الاهلي في القاهره. ازاي بيلعبوا ماتش من 24؟ الاكثر من كده ان حاطين ماتش تاني للوداد مع المغرب تطوان يوم 27. فعرفت على طول ان الجامعه المغربيه اكيد ممكن جدا يكون عرفت شيء او في تواصل مع احمد احمد والناس الكل تعرف علاقه المغرب بالكاف يعني مقرب جدا رئيس الاتحاد المغربي فوزي لاقجع بالرئيس الاتحاد الافريقي بالتالي خدوا القرار. يعني انا اول مره بصراحه اسمع ان انت تخيل الترجي مثلا عنده مباراه في نهائي افريقيا مثلا يوم 29 سبتمبر فتخيل انه الجامعه التونسيه تحط لك ماتش مثلا الافريقي والترجي يوم 28 مش معقول وتحط ماتش الترجي يوم 31 مثلا او يوم 1 اكتوبر في مثلا سوسه امر غريب جدا يعني ففوجئت النهارده بانه يعني بانه الكاف خلاص وابتدوا بقى يتصرف على كل المواقع خلاص نيه للتاجيل وانه صرح للمقربين اليه ان في تاجيل جديد. لكن انا عايز اسال سؤال اذا كانت مباراتي الدور نصف النهائي تتاجل لانه الوداد طلب من حوالي اسبوعين تاجيلها عشان عنده بعض اصابات الكورونا. طيب الجماعه المغربيه بتلعب مباراه يوم 24 في نفس الوقت مع الرجاء مباراه قويه ومباراه ديربي. طب الكاف على اي اساس اجل؟ صحيح. يعني اذا كان الوداد جاهز والرجاء جاهز لمباراه ما بينهم في الديربي ومباراه قويه يوم 24 ازاي بقى بيأجل المقابله بتاعت نص نهائي الابطال يوم 25 ويوم 26؟ حقيقه انا محتاج رد من الكاف عديد نقاط الاستفهام يحدث غريب يعني امر مدهش واضح عدد نقاط استفهام ديما متعلقه بالكاف يعني وبالامور هذه ديما لخبطه في قادتنا الافريقيه خصوصا احنا خدنا على كده في الفتره الاخيره كل شيء برؤيه كما غريبة. زي كما هلال رمضان اكيد كل شيء بالرؤيه يعني امور غريبه جدا ما تحدث وانا مش عارف بعد كده هيبقى امتى. يعني انت بتتكلم في سبتمبر طب هيجلوه ايه اسبوعين مثلا؟ طب البطولة هتخلص امتى؟ طب مسابقة العام الجاي امتى؟ بالضبط. وبعدين سبب التأجيل ايه؟ ما انت لازم برضو تعلن هتقول عشان مثلا كان في حالات كورونا في فريق الوداد او الرجاء ومهم او الاهلي او الزمالك ومهم تاخد راي الاهلي ايضا في الموضوع الزمالك لسه لعب امبارح والاهلي هيلعب النهارده والرجاء والوداد هيلعبوا يوم 24 فانا مش عارف يعني بصراحة الكاف المرة دي في موقف لا يحسد عليه يعني. شكرا لك يعطيك الصحة أستاذ طارق رضوان على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شاكر جدا وتحياتي لكل مستمعين الكرام في تونس وبقول لهم دايما إن شاء الله نلتقي على خير وتحياتي لإذاعتكم المميزة. وشكرا لك دمت متألق كالعادة في برنامج كرة الإفريقية عندك متابعة كبيرة أكيد من تونس لهنا نتابعوا فيك. الحمد لله. شكرا. شكرا مننا مواصلين في فاير بلاي حتى الخمسة بتاع العشية موسيقى الأخبار وبعد راجعين.